مرحبا بكم. اليوم هنعمل بديل للبرازي بدون اي نوع دقيق، هو مناسب لجميع انواع الدايت بالاخص لمرضى السكر والكيتو دايت. يلا على الوصف. السمسم 1 كوب من السمسم 150 جرام وبنطحنه ناعم، اي مطحنه متوفره عندنا مثل هيك لازم يكون. ممكن يكون برازك حلو او مالح حسب انتم ذوقكم، ولكن انا حعمله حلو. بديل السكر او التحلية النوع والكمية هي اختياري حسب نظامكم الغذائي وحسب ذوقكم. ماء ساخن ربع كوب 60 جرام، يعني نستخدم نفس الكوب، كوب سمسم ماء ربع كوب، فستق حلبي ربع كوب او حسب الذوق. بندقه أو بنكسر الفستق إلى قطع كبيرة، يعني مثل هيك لازم يكون، شايفين كيف؟ مثل هيك لازم يكون. نوضعه مع الخليط. هتم وضع المكونات كلها على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة. هوضع كل المكونات على الشاشة، وأيضا السعرات الحرارية هوضعها على الشاشة. نوضعها بالصينية، يعني ممكن إحنا نعملها بشكل عشوائي، يعني مش ضروري نوضع دائرة البلاستيك هذه، ممكن نعملها بشكل عشوائي. ممكن نوضع سمسم بالأعلى حسب ذوقكم. نضغط على السمسم قليل حتى يمسك. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 150 درجة مئوية. بنوضع البرازق في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. هيك طلعناها من الفرن، نتركها حتى تبرد تماما. شايفين كيف روعة هي؟ كل قطعة 100 سعرة حرارية لكل قطعة، والطعم كتير 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 روعة الطعم، يعني القوام تبعها عامل مثل المكرونة الفرنسي. القوام تبعها يعني لا هشة ولا طرية، يعني من برا هشة ومن الداخل مثل المكرون الفرنسي، كتير هي روعة. خلينا نتذوقه. صراحة الطعم كتير روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بهمني. الناس موجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا بقناة الشيف نائل على اليوتيوب منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.